يعطيكم العافية يا رابع. قاعدتنا لليوم تحكي على الآفتر والبيفور اللي حلينا عليها كتير بالأكتيفيتي بوك، بالليرنر بوك، بالبوكلت، بحصصنا الزوم، بحصص المراجعة، حكينا عليها كتير. حكينا إنه الآفتر معناها بعد والبيفور معناها قبل. آفتر أجت لنا الآفتر حكت لنا أنا ما برضى وراي مباشرة، إلا بيجي معاي بعد القيام، بيجي بعديه بيجي الفعل القديم، يعني بيجي بعد الافتر هاد زائد باست بارتيسيبل 3 اذا كان الفعل مثبت، وهدنت زائد باست بارتيسيبل 3 اذا كان الفعل منفي. ومهما كان الفاعل مفرد او جمع نضع بعديه الهاد، ما في عنا اي مشكله. والجزء الثاني من جملة الآفتر نضع له verb to simple past verb to مع أي فاعل I went, you went, they went, she went, it went. عندنا هون verb to، وإذا نفي نضع الفاعل و didn't زائد فعل مجرد. ولكن بدنا نكون حريصين إنه بعد الآفتر دائما فراغ مباشرة نضع هاد زائد verb 3 يلي هو الحدث الأقدم. أنا صحيت من النوم بعدين تناولت فطوري، أيهما الحدث الأقدم؟ إنه نصحى من النوم بعدين نتناول الفطور. إذا صحيت من النوم هو القديم الأول، نحطه مع الآفتر، بعد الآفتر نحطه مع الهاد. والجزء الثاني اللي هو تناولت فطوري اللي هو بيكون verb 2. After I had woken up I had my breakfast. اوكي، before اجت حكت لنا معناها قبل، قبل مثل ما قلنا. before اجت حكت انا عكس الافتر تماما، بعد البيفور بيجي ها سبجكت فاعل زائد verb 2 إذا كانت الجملة مثبتة، و didn't زائد فعل مجرد إذا كانت الجملة منفية. وقبل البيفور يلي هو قبل الإشي اللي صار قبل بيكون الأقدم، قبل البيفور بيكون بنحط له had زائد past participle 3 إذا مثبتة، و hadn't زائد past participle 3 إذا كانت منفية. مثال I had brushed my teeth before I went to sleep. I had studied hard before my exam, before I did my exam. أمثلة تانية طلعوا لي على هذا المثال. After she had brushed her teeth، بعد ما فرشت أسنانها وخلصت شو عملت؟ She went to school، ذهبت للمدرسة. She had brushed her teeth before، فرشت أسنانها وخلصت قبل ما تروح على المدرسة. شو الفرق بين هاي وهاي؟ هون عنا after أجا بعديها had زائد verb 3، بعد الافتر الحدث الاقدم، فرشت اسنانها وخلصت بعدين ذهبت للمدرسه، she went to school. نشوف هون عندنا البيفور، فرشت اسنانها وخلصت قبل ما تذهب للمدرسه. البيفور اجت الهاد زائد بلس باست بارتيسيبل 3 قبل البيفور، so she had brushed her teeth before she went to school. نشوف عندنا هون she didn't بالنفي، she didn't drink water or juice whatever after she had worked for two hours. مشيت وتعبت وخلصت بعدين صارت بدها تشرب مي او عصير بارد. اذا هي انو اللي صار قبل، مشيت وتعبت ولا شربت المي او العصير؟ هي اوريدي ما شربتهم بعد التعب هذا كله، اذا هي مشيت وخلصت. اذا after اجت اجى بعديها had زائد past participle 3 had walked بعد ما مشيت وخلصت. she didn't drink water or juice، حتى هي ما قدرت تشرب لا مي ولا عصير. didn't حكينا هون اذا الجمله مثبته نضع verb 2، اذا منفيه نضع didn't زائد فعل مجرد. نشوف نفس الجملة هون عندنا جملة تانية على before. before she slept بعد ولا قبل؟ before معناها قبل. قبل ما نامت شو كانت عاملة؟
She hadn't brushed her teeth. ما فرشت أسنانها. ما نظفت أسنانها. أنو الحدث اللي قبل؟ هي راحت على التواليت. هي أكلت. هي عملت كتير أشياء. كان عندها وقت فراغ. But she hadn't brushed her teeth. Then she slept. Before she slept, she hadn't brushed her teeth. إذن قاعدتنا يا رابع بسيطة وسهلة. ندير بالنا ونركز إنه جزء الافتر الفراغ بعد الافتر يكون الحدث الاقدم اللي هو هاد زائد باست بارتيسيبل 3 وقبله يكون اذا مثبت فيرب 2 واذا نفي ديدنت زائد فعل مجرد. اما البيفور عكسها قبلها بيكون الحدث الاقدم عملت هيك وهيك قبل ما تعمل هيك احداث بتكون قديمه هاد زائد فيرب 3 وبعديها فيرب 2. هاي هي قاعدتنا لليوم. يعطيكم العافية يا رابع. نقرأ التمارين اللي حليناها بالليرنر بوك بالأكتيفيتي بوك وبالبوكلت ويعطيكم العافية.